أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين خلال لقاء مع رئيس الوزراء السوري عن بدء أول بنك إيراني عمله قريبا في سوريا، وقال إن هذا الحدث سيكون الأساس لنمو التعاون التجاري بين البلدين، وأضاف بأنه قريبا سيتم إخراج الدولار من التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي. التواجد الإيراني في سوريا ليس بجديد، لكنه تزايد بشكل ملحوظ مع بدء الأزمة السورية ومحاربة فصائل تابعة لإيران جنبا إلى جنب مع قوات الحكومة السورية. الحضور الإيراني على الساحة السورية لم يقتصر فقط على الجانب العسكري، بل تعداه إلى الجانب الاقتصادي من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم التي بقيت إلى حد ما حبرا على الورق. ربما هذا ما دفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة العاصمة السورية دمشق على رأس وفد اقتصادي وسياسي كبير في أيار مايو الماضي. بعد مرور أشهر قليلة على هذه الخطوة الإيرانية، زار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي، وذكرت وسائل إعلام من كلا البلدين حينها أن الغرض الأساسي من الزيارة يرتبط بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. واليوم الأربعاء أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين أن أول بنك إيراني سيبدأ عمله قريبا في سوريا كخطوة أولية لتنفيذ الاتفاقات السابقة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أنه خلال لقائه مع نظيره السوري محمد هزيم، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن طهران ودمشق تهتمان بتعزيز العلاقات المصرفية والتجارية والاستثمارية المشتركة. وشدد رضا فرزين على أنه من الضروري تطوير التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وسوريا بما يتناسب مع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الاقتصادية وحل القضايا المتعلقة بالمعاملات المصرفية لتجار البلدين بحسب قوله. لكن مراقبين يرون أن هناك أهدافاً أخرى غير معلنة وراء هذه الخطوة، وسط تساؤلات عما إذا كان ذلك سيكون له تأثير سلبي على عمل البنوك والمصارف السورية التي تعاني أصلاً من الركود، وهل يمكن استغلال البنوك بين إيران وسوريا للالتفاف على العقوبات ومحاولة لإخفاء مصادر الأموال وطريقة نقلها، أم أن للخطوة الإيرانية أبعاداً أخرى ستتكشف في قادم الأيام. من هانوفر أرحب بسامر كعكرلي رئيس المكتب الاقتصادي بحزب اليسار الديمقراطي السوري. أهلا ومرحبا بك دائما معنا سيد سامر. سيد سامر، ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن بنك إيراني في سوريا. حتى قبل الأزمة السورية، قبل 2011، كان في حديث عن بنك إيراني سوري مشترك، ولكن في هذا التوقيت وبأنه هذا البنك سيعمل قريبا، ما دلالات ذلك؟ ما الفائدة التي تريد فعليا إيران أن تجنيها من وراء هذا البنك؟ البعض يقول بأنه حان وقت سداد الديون لإيران. تحياتي لك، مساء الخير لك وللمشاهدين. نعم، مثل ما تفضلتي وتفضل تقريركم بأنه العلاقات نية فتح العلاقات المصرفية ما بين النظام السوري والنظام الإيراني تعود ما قبل الثورة، تحديدا 2008، و2008 كان في توقيع بالأحرف الأولى لكثير اتفاقيات، طبعا مو بحجم الاتفاقيات اللي توقعت بعد الثورة. بالنسبة للأمور المصرفية، عمليا يعني من ناحية القاعدة العامة بأنه فتح أي بنك دولي فرع في بلد أخرى بيفيد بكتير مجالات، بيفيد بتعزيز الاستثمار، بعملية التبادل التجاري، بتسهيل المعاملات المصرفية. ولكن وضع سوريا مختلف. لماذا؟ لأنه سوريا الآن بلد أولا منهار اقتصاديا، اثنين عليها عقوبات، والأهم من هذا وهذا بأنه هي مسلوبة الإرادة السياسية. مخاطر فتح هذا البنوك، بالإضافة لما تفضل تقريركم فيه بأنه قد يكون وليس
قد أكيد عند إيران الكثير من النوايا من فتح هذا البنك. من أحد النوايا اللي هو مناخدها ليس بمعلومة ولكن بالاستقراء والتحليل، بأنه البنك سيكون في بنك في ظل بلد منهار، بنوكه تعاني من حجز. البنك الإيراني إذا فتح سيفتح في بيئة اقتصادها منهار، بنوكة معطلة أو على وشك الانهيار، فسيكون هو البنك الأكثر تعاملا والأكثر تداولا للبنكنوت العملة. إذا يمكن أن يمرر هذا البنك بعض المشاريع التي لم تستطع إيران تمريرها عن طريق الآلة العسكرية. لنفرض مثلا، نعطيك مثلا، هون بدي شكل ناقوس الخطر على ذلك. على سبيل المثال، قادر البنك في ظل عجز البنوك المحلية، قادر البنك الإيراني المزمع فتحه في سوريا، في ظل عجز البنوك السورية مثلا على توجيه القروض، مثلا عم أقول على سبيل المثال، توجيه القروض الذي يمنحها للمواطنين السوريين في اتجاه ثقافي معين، في اتجاه تعزيز مثلا سياسة تكريس إيران أو سياسة تكريس التشيع، أو يمكن أن يقوم بحجب القروض عن الناس ويمنحها لناس بما يخدم وجوده. ممكن الجنسيات اللي تم تجنيسها من خلال فترة الثورة أن يمدهم، يعني في مآرب أخرى كثيرة جدا. بالنسبة لسؤالك، ما توقيت الآن؟ يعني القرار قديم، ليس توقيت الآن؟ بالحقيقة منذ بداية الثورة والتدخل الإيراني أولا وتدخل الروسي بال 2015، وبعد بين قوسين ما يظن نظام بشار الأسد بأنه انتصر، إيران تشعر بالغبن من توزيع الكعكة السورية ما بين روسيا وإيران. كثير من الاتفاقيات بعد ما دخلت روسيا على الخط، كثير من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب الإيراني تم إلغاها ومنحها للجانب الروسي. على سبيل المثال، المرافق، مرفق طرطوس واللاذقية كانوا من حصة الإيرانيين، أخذتهم روس، مناجم الفوسفات كذلك، وكثير من قضايا. أنا بعتقد الآن بأنه استغلال كل من إيران وسوريا الخاضعتين لقرار عقوبات، يعني اثنين عندهم مشاكل اقتصادية، صحيح، يستغلون هذه الفترة انشغال الروس بالحرب الأوكرانية، وتحاول إيران أن تسترد ما تظن بأنه حقها، وبشار الأسد عبارة عن يعني عرض حلجي بس بيوقع وما له علاقة بهذا الموضوع. هذا بالنسبة لموضوع توقيته. أما أنه مثلا التفاف على العقوبات مثل ما ذكرت تقريركم، نعم، هو نوع من نوع التفاف على العقوبات، نوع من تبادل العملات والتبادل التجاري عن طريق هذا المصرف. مع العلم للسادة المشاهدين وللمتابعين بأنه بعد كل هذا الدعم ما زالت إيران لا تتمتع بحصة الأسد في التبادل التجاري، يعني تركيا أكثر. طيب، معناته عم بفهم من حضرتك سيد سامر، في محاولة اليوم للهيمنة على القطاع المصرفي بسوريا. خطورة ذلك، الهيمنة على القطاع المصرفي بسوريا، يعني أيضا قطاع كبير إذا تم الهيمنة عليه، وإذا كان في مع الأيام في حل سياسي ومسألة إعادة الأعمار، ماذا يعني هيمنة إيران على القطاع المصرفي؟ هلا اقول لك شغله بالنسبه لاعاده الاعمار والحل السياسي، هاي وجهه نظري طبعا، وجهه نظر الحزب الذي انتمي اليه. لا وجود لحل سياسي بوجود الاسد، اذا كل ما يتم توقيع من اتفاقيات ستكون ساقطه بحكم القانون. ولكن لنفرض جدلا بانه افرض جدلا وهذا افتراض غير قابل للتحقيق، لنفرض انه إعادة الأعمار بدأ في ظل وجود الأسد أو ظل وجود هذا النظام وفي ظل وجود هذه التركيبة الاقتصادية التابعة لنظام إيران. نعم، ستكون إعادة الأعمار حصة الأسد لها، أو زمو حصة الأسد، حصة الأسد واللبوة والأشمال، ستكون من صالح إيران، من صالح الشركات الإيرانية. صار في مال عن طريق البنوك تتزول إعادة الأعمار. فنعم، هذه سياسة، ولكن أنا أطمن الجميع من يسمعني، هذا لن يكون المجتمع الدولي
الدولي لن يعيد موضوع فتح إعادة الأعمار في ظل وجود الأسد. إعادة الأعمار يحتاج إلى الموافقة الأوروبية وغير متاحة، وإلى الموافقة العربية، وهدول الاثنين هن اللي حيدفعوا، الأوروبيين والعرب، يعني العرب القصد الخليجيين، وهدول الاثنين عندهم فيتو على وجود الأسد. إذا الغاية الإيرانية نعم بالوضع باعتقادهم بأنه انتصروا، بأنه إعادة الأعمار سيكون من حصة الشركات الإيرانية، ولكن أنا من الآن أنفي ذلك وأقول لن يتحقق ذلك. مثل ما أقول بالمثل الشامي، حلم إبليس بالجنة، حشم إبليس بالجنة، عفوا مصري وليس شامي. نعم سيدتي. طيب كلنا جميعنا بنستخدم هذا المثل. طيب صحيح. طيب رئيس البنك المركزي الإيراني قال بأنه أيضا سيتم إخراج الدولار من التبادلات الاقتصادية التجارية بين البلدين، حقيقة في ظل هذا الوضع فيهم اليوم يمنعوا التبادل التجاري بالدولار ويلغوا نهائيا؟ إذا كان التبادل بيني بين الدولتين نعم، ولكن بالأساس لا يستطيعوا. ليش؟ لألك شغلة، بالمنطق بالعام يستطيعوا، انه انا عم اخذ اشتري بضاعه ايرانيه وبيع بضاعه سوريه، فشو دخل الدولار بالنص؟ انا ببيع بال نسيت العمل الريال الايراني، يمكن الريال الايراني، وهي تشتري بالليره السوريه، اوكي. ولكن عمليا سوريا وايران دوله مستهلكه وليس منتجه، كل الادوات الانتاج، مستلزمات الإنتاج هي عمليا استيراد هنا ولا هنا، فإن إذن لا يمكن التغاضي عن دور الدولار سواء بالعملية الإنتاجية في سوريا أو بالعملية الإنتاجية في إيران. عمليا إذا تم التبادل ما بين تجار سوريين وتجار إيرانيين لتبادل أو سلع إيرانية أو سورية عبر هذا البنك، يستطيعوا أن يعني يهملوا من حساباتهم الدولار، ولكن لا يستطيعوا أن يسعروا إلا حسب الرسم الدولار. ليش؟ لأنه إن كان سلع إيرانية أو سلع سورية، مستلزمات الإنتاج هنا ولا مستلزمات الإنتاج هنا مستوردة عملة أساس تسعيرها بالدولار. إذن هو عبارة عن يعني بنقول وهم، الغاء دور الدولار بشكل وهمي وليس بشكل حقيقي. نعم سيد الكريم. خلص الوقت معنا، يعني اليوم هذا البنك ليس له فائدة خارج حدود البلدين، فأشكرك. لا أبدا. نعم أشكرك جزيل الشكر على كل التوضيحات من هانوفر، سامر كعكرلي رئيس المكتب الاقتصادي بحزب اليسار الديمقراطي السوري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا مع نهاية هذا الملف وصلنا لنهاية الحلقة، أشكركم على طيب وحسن المتابعة وإلى اللقاء.